من البهارات العطرية يطلق عليه الدرسين. كلنا دارسين ما درسنا. صدقني ما أعرف. لا أما لو ما أعرفها كارثة. دارسين؟ يعني إيه يعني؟ أنا قايل لك على الطول في إيه؟ ما في خيارات. أنا ماني عارف هو يطول في إيه بالضبط. شكله ما يروح العطار. شو اسمه؟ 4 ثواني. قرنفل. الله عليك. الله عليك يا عالمي. يعني ساكت طول الفترة دي وفي النهاية تقول لي قرنفل. لما تجاوب بدري وتشوف إنه ما أعطيتك الإجابة، يعني في خيارات ثانية، أنت زنقت حالك في الثواني الأخيرة وأعطيتني إجابة واحدة. عشان كذا شوف الباب حقك حينفتح ولا لا. الباب الثاني. عبد الله فال. إجابة خاطئة. إيه قرنفل يا عم؟ درسين هو؟ إيش؟ هو إيش؟ قرفة. القرفة. قرفة يا أخوي هذه وغيرها أحطها في الكبسة يا أخي. الله توقعت يجيبها. أنا صدمني عبد الله. توقعت يجيبها والله. يطبخ وما ومسوي فيها مدري إيش وفي النهاية. أي ترى القرنفل والقرفة كلها. لا 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 لا, لا تخلط الأمور. يعني عشان تبغاهم يعطوك بدا يتعذر من الحين، بدا يتعذر من الان.